قلصنا من صلاحيات رئيس الجمهورية وقوينا من صلاحيات المنتخبين على مستوى بالأخص البرلمان حتى يحاسبوا ويتعلموا يحاسبوا. ولكن باش يحاسبوا لازم برلمان يكون يعني بعيد كل البعد عن الشبهات وعن ولدة. ارتأينا قررت باش نحل مجلس الشعبي الوطني الحالي وسنمر مباشرة من بعد إلى انتخابات لتكون خالية من المال سواء كان فاسد وغير فاسد، تفتح أبوابها للشباب. وقلت أن الشباب باش يكون عنده ضلع ويكون عنده وزنه السياسي لازم يقتحم المؤسسات السياسية، واقتحام المؤسسات السياسية يجيب تشجيع ومساعدة منا. وقلت أن الشباب اليوم اللي يبغي يكونوا أهل القرار السياسي في المجلس الشعبي الوطني وغير المجلس الشعبي احنا نساعدوهم. الحملة الانتخابية نتكلفوا بجزء كبير منها، وهذا كيفية نكونوا بدينا نغيروا في الدم جديد بالنسبة للدولة وأجهزة الدولة والبرلمان. هذا إن شاء الله هو يكون أعين ولسان الشعب بصفة عامة، لأنه ما يكونش عليه حتى تكون في حتى شكوك. والبرلمان هذا سينتخب والمراقبة تكون من طرف الهيئة المستقلة